زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، دايما الحديث في مساله الدواء، صناعه الدواء، الطفره الكبيره اللي بصراحه حصلت في مجال الرقابه على الدواء، لانه كان في حاله من الفوضى حصلت كده في سنوات ما بعد الثوره. لكن احيانا بقى نقابه الصيدله كده تعمل شويه بلاغات وحاجات ومطالبات، بنبقى عايزين نسال هل ده ممكن او هل ده طبيعي؟ هل هم بيبالغوا مثلا ولا ده فعلا يجب أن يحدث؟ بقول لكم أو بنحكي عن إيه؟ بنحكي إنه كلنا عارفين إنه شركة أمازون العالمية فتحت فرعها أو عملت مقر رئيس ليها في مصر، والمصريين كان عندهم طول الوقت الشراء من المنصات دي حاجة خلاص بقت جزء من ثقافة الناس، وتحديدا الأجيال الجديدة. شركة أمازون واحدة من أهم متاجر التجارة الإلكترونية في العالم، طول عمرها بتبيع بعض المكملات الغذائية، بعض الأدوية، بعض الفيتامينات على مواقعها، وده بيحصل في كل بلاد العالم. في مصر نقابة الصيادلة تقدمت ببلاغ بسبب أنه أمازون بتبيع أدوية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، القانون رقم 127 لسنة 1955. نفهم بقى ونشوف الحكاية فين، لأنه أنا مثلا واحدة من الناس اللي عندي سؤال، طب ما نفس الأدوية المستوردة دي اللي بتباع على المنصات بتباع داخل الصيدليات، ففين المشكلة؟ ما أكيد الدواء ده مترخص. نفهم المشكلة ونفهم إيه الإجراءات القانونية اللي محتاجة هذه المنصات تعملها عشان توفق أوضاعها. من دكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة مصر، مساء الخير عليك يا دكتور. مساء الخير يا دكتورة. احنا عفوا نقيب صيدلة القاهرة، وانا عارفة ان دكتور محمد حضرتك واحد من الناس اللي اشتغلت لسنوات طويلة في مجال انه تبقى تنظيم مهنة الصيدلة اصلا، وانا عارفة انه ملفكم صعب وكبير. لكن خليني اسألك تحديدا عن تجارة الدواء. سوق التجارة الالكترونية موجود في العالم كله، مشكلة حضرتك مع المنصات دي هي نوع الادوية ولا انها غير مرخصه وانها لم تمر على وزاره الصحه المصريه؟ طيب انا وانا بشكر حضرتك وبشكر على اهتمامكم بالامر وشرحه للجمهور. يمكن الدستور المصري عندنا في الماده 8 قال حق المواطن في الصحه والرعايه الصحيه طبقا لمعايير الجوده الطبيه، واللي بيتصل بالضروره طبعا بالتدابير الكثيره بالتحقق من سلامه وكفاءه الادويه. طبعا القانون المصري اللي هو 127 سنه 55 هو قال، والمحكمة الدستورية العليا في 2/6/2018 قالت إن الدواء ده يعني سلعة معينة، والدواء ده لا التجارة فيه أو لا يستهدف الربح ولا المضاربة، وطبعا ده بغايته تقديم خدمة عامة، وهي سلعة لها طبيعة خاصة، فدي طبعا لها قوانين بتحكمها، فمش أي حد يقدر يشتغل في الدواء، لازم متفقين على كده. أول حاجة الدواء ليه مواصفات، اللي بيمارس المهنه بتاعته لازم يبقى صيدلي. طيب انا النهارده احنا في بلد لازم احنا في بلد نحترم فيها القانون. تمام. القانون المصري بيقول ان القانون المصري بيقول ان مفيش حاجه اسمها بيع دواء الكتروني. اللي بيحصل ده وكل دول العالم اكيد على هذا الكلام، كل دول العالم اللي بيبيع زي ما حضرتك تفضلتي بيبيع بعض المكملات، بعض الحاجات اللي هي الموجوده وبالتصريح. طب حضرتك بتتكلمي في بعض المكملات، احنا دلوقتي عندنا الموضوع عندنا لا، ممكن يبيع اي حاجه، ممكن اي المنصات اللي حضرتك بتتكلم عليها ممكن تتداول ادويه، يعني لابد تكون ادويه وصفيه بيتم تداولها، ادويه ممكن تكون ادويه مخدره، ممكن تكون ادويه اورام، ادويه مغشوشه. انا اعرف منين ايه الضوابط اللي عندي في الكلام ده؟ حضرتك طبعا تعرفي ان الصيدليه بتاخد على الرقابه، بتاخد على التفتيش بالفواتير، بالمراجعات لكل الحاجات اللي موجوده. انا النهارده عندي ادويه بتطلع لبعض الناس، هل حضرتك لو تابعت الفتره الاخرانيه كان في ضبطيات كتيره جدا تمت من قبل التفتيش الصيدلي، مصانع بتعبي بودرات سيراميك وحاجات مش مظبوطه خالص، الحاجات دي بتروح فين؟ هل تخش الصيدليات؟ لا طبعا، دي بتخش عبر الحاجات اللي موجوده دي. حضرتك ذكرتي ادويه مخدره او ادويه بتيجي مهربه، الادويه اللي هي زي مش هنقول اسماء، ادويه الفيتامينات والحاجات اللي بتيجي بشكل مش رسمي، اضمن من الادويه دي مش مسجله في مصر، ده مخالف للقانون المصري. ولو اي لو ضبطت في اي صيدليه ده بيتم تحرير محضر الصيدليه وغلق الصيدليه. فما بالك بقى ان دي حاجات بتبيعها، يبقى انا ازاي؟ يبقى انا القانون عندي بيجرم بيع الحاجات دي، ده ادويه بتاثر على سلامه الناس وصحتهم، وادويه غير خاضعه للرقابه، واللي يحوزها داخل الصيدليه بتاعته بتهدده بالغلق. طب انا النهارده ازاي احدد؟ يبقى انا بعمل الكلام ده، تطبيق هو القانون ده نفسه هو اللي موجود مطبق في مصر، لا الحاجات دي
في عبر التطبيقات الموبايل. ما هو انا سؤالي، انا فاهمه قصد حضرتك ان انت عايز كل حاجه تبقى خاضعه للرقابه وبحسب يعني القانون المنظم لتجاره الدواء، انه لازم يبقى من خلال المنافذ المعتمده واللي هي بنفس في طبيعه الحال مراقبه. سؤالي بس لحضرتك، ايه الوضع الامثل؟ يعني ما هو دلوقتي كمان في صيدليات الكترونيه، هل الصيدليات الالكترونيه دي مربوطه برضو بشبكه من الصيدليات بمستودعات بمخازن ادويه؟ هل حضرتك عايز المتاجر التجاره الالكترونيه العالميه دي تبقى كمان خاضعه للنظام المصري الداخلي؟ يعني ايه الوضع الامثل اللي انت بتطالب بيه فشايف انه ده ممكن يحقق هذه الرقابه؟ الوضع ده لابد من الامر برمته يتم تناوله من خلال نقابه الصيدله والنقابات الفرعيه، النقابه العامه والنقابات الفرعيه مع كافه منظمه المجتمع. طب يا دكتور، هو الدواء دخل مصر ازاي؟ مش هو دواء يعتبر مستورد؟ ما هو دخل مصر. ده مهرب يا فندم، ده دواء غير مسجل في وزاره الصحه المصريه. لا دكتور، انا بس ده سؤالي. ما هو انا مثلا ممكن الامازون دي او الشركه العالميه دي دخلت البضاعه بتاعتها في مصر ومتخزنه في مخازنها في مصر، دخلت من المواني المصرية، أكيد عدت على هذا النوع من الرقابة اللي حضرتك بتطالب بيه. احنا هنا بقى بنطالب بتفعيل القانون على زيهم زي أي حد تاني. أنا نفس الدواء اللي موجود عند أمازون ده اللي دخل بشكل أنت بتعتبريه رسمي، لو ضبط في أي صيدلية بيتم في الحال غلق الصيدلية وإلغاء رخصة الصيدلية، ده القانون اللي عمل كده. يبقى أنا إزاي يعني أدخل الدواء بالشكل ده؟ لا، لابد من تجديد. لا أنا فاهمة يا دكتور إن طبعًا يتم غلق الصيدلية لو الدواء كان مهرب. أنا بقول لحضرتك مش ممكن إنه شركة كبيرة جدًا بتتاجر في آلاف من الأصناف هيبقى فيها أصناف مهربة، أكيد دي دخلت بالطرق الشرعية. هل الطرق الشرعية دي ليست كافية؟ يعني أي شحنة مثلًا بيثبت إن فيها دواء لازم تعرض على وزارة الصحة المصرية نتأكد ان هي خاضعة للمعايير. ده حصل للأدوية دي اللي دخلت واتباعت في مصر ولا لا؟ ما هو ده بيتم بشكل غير ده مخالف للقانون. احنا بلد قانون، ده مخالف للقانون. الحاجات دي دخلت بشكل الليجل. يعني احنا يعني ازاي تبقى دواء موجود لو هو بالشكل اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده مصرح بيه لبيع على منصة إلكترونية وغير مصرح بيه لبيع في صيدلية؟ ده كلام مش سليم. ده جزء. الجزء الثاني اضمن منين الحاجات دي تخزينها وسلامتها. حتى لو كان انا هفترض مع حضرتك ان ده طبعا ان ده حاجات سليمه، هفترض ان دي حاجات سليمه، اضمن منين عمليه التوزيع والنقل والتخزين والحاجات دي كلها غير المخالفه للقانون؟ المنصات دي بقى مش بس امازون، ده كل المنصات الثانيه. احنا خدنا حكم تاريخي بالحكم على تطبيق زي ده زي امازون كده اسمه تطبيق صحتك بغلق التطبيق وتغريمهم وإعطاء الحق للنقابة للتعويض بطلب التعويض من المحكمة الاقتصادية اللي موجودة، بحيث إن هي تبقى لأن مخالفة الكلام ده للقانون، لأن الكلام قال إيه بقى؟ طب أنا أسألك سؤال يا دكتور وخلينا نكون واقعيين أكتر، إلى أي مدى إحنا محتاجين تنسيق ما بين هيئة الرقابة على الدواء، ما بين نقابات الصيادلة وما بين وزارة الصحة؟ إلى أي مدى إحنا محتاجين تنسيق داخلي كده ما بين الجهات المختلفة اللي ممكن تكون بتشرف على عملية تنظيم سوق الدواء في مصر؟ لابد من الجلوس في جلسات مطولة وشرح واتخاذ الأمر من كافة الأبعاد بتاعته لهذا الأمر. لأن أنا ما ينفعش النهاردة إن أنا أقدم مشروع مقترح أو أتداول حاجة بشكل بدون ما تعرض على اصحاب الامر نفسهم. اصحاب الامر هم مسؤولين في نقابه الصيادله والنقابات الفرعيه. النقابه يقعدوا مع الناس، هم الناس الممثلين للصيادله، يقعدوا مع كافه الجهات ويتناولوا هذا الامر. وبعدين عايز اوصل لحضرتك حاجه دكتوره دينا، يمكن حضرتك بتتكلمي على جزء، احنا عندنا صيادله مصر بيقوموا بدور مهم جدا في القرى والنجوع والاماكن اللي هي مش موجوده. حضرتك لو تلاحظي ان احنا ايام كورونا الصيادله كانوا وقت الحظر كانوا موجودين وبيقوموا بدور كبير جدا. طبعا لا، هو محدش ينكر دور الصيدلي، وبصراحه ومحدش ينكر الخطوره القادمه على مهنه الصيدله في مصر بسبب موضوع التجاره الالكترونيه. يعني قادره ادرك اسباب تخوف حضرتك، لكن برضو لازم اقول انه لازم الاطراف المعنيه الكتير هي اللي تقرر وتاخد قرار، لانه بطبيعه الحال مفيش حاجه بتمر بدون رقابه. بشكرك دكتور محمد الشيخ نقيب صيدله القاهره،
وبالتاكيد الحديث بقيه، لانه الحديث عن المنصات الالكترونيه مش يمكن تكون دي اول مره نسمع انه مثلا نقابه الصيدله مستاءه، لكن لن تكون الاخيره، لانه لا في ادويه مستورده تدخل مصر، لا تقدر تطلب دواء مستورد وهتدفع الجمارك بتاعته وهيوصلك لحد عندك، مش هيعدي على الرقابه اللي دكتور محمد بيطلبها دي، ممكن يعدي على مراجعه على المواني، على انه الوزارات المعنيه تتاكد ان هو حاجه ما هيش مخدره، لكن هيجي لك. في أسئلة كتير في هذا الملف، وأعتقد أنه هيفضل مفتوح معنا لحد ما يبقى فيه طرق لتنظيمه داخليا.